انا عبير، شغاله في شركه ام اند ال تصنيع زجاج، وبنتعامل مع شركه سفنكس تقريبا من 10 سنين تقريبا، اول ما بداوا الشغل هنا في مصر. بتعامل معاهم عشان هم جوده الزجاج بتاعتهم عاليه جدا، والتيم بتاعهم بيتعاون معانا جامد، واي مشكله بنواجهها هم بيقفوا معانا فيها وبيحاولوا يحلوا لنا كل المشاكل اللي احنا اللي بتقابلنا او بتواجهنا. وهم بصراحه من اكبر الشركات اللي موجوده هنا في مصر، من شركات الزجاج المعروفه والموجوده، وكل مدى اسمهم بيكبر ومنتجاتهم بتبقى اعلى واعلى. واحنا وان شاء الله التعامل هيبقى مستمر ما بيننا وما بينهم على طول، ومن نجاح لنجاح. طول ما هم بيكبروا احنا كمان بنكبر معاهم. واحنا كشركه ام اند اي بنتمنى لهم كل التوفيق، وبنشكرهم على تعاونهم معانا، وشكرا.